عليكم الزوينات، كنت لاباس عليكم؟ دايرين مع الصحه. اليوم فيديو جديد ووصفه جديده كما العاده. اليوم ان شاء الله اختاريت لكم، ندير لكم صفه ماشي دفيتها، درتها في القناه عندي بالدجاج. هاد المره غنديروها باللحم، كتجي لذيذه باللحم، كتجي حاجه اخرى ثاني. غنبداو المقادير ان شاء الله. غادي نحتاجو الحيمات، مقطعتهم هكا صغيورين. انا عندي اللحم هذا لحم بقري، وكل واحد يدير اللحم غنمي يدير اللي بغا. وغادا ننزل عليه بصله. انا عندي هنايا واحد جوج بصلات كبار، متوسطين ماشي كبار. وهنايا غادا نزيد الزيت، زيت العود وزيت زيت الزيتون وزيت العاديه نخلطهم. هذا كاسعه صغير نص ديالو. نحتاج في التوابل عندي البزار والفلفل الاسود. انا عندي حار بزاف كندير منه عشويه. عندي سكينجبير ننزلهم نص معلقه صغيره نص معلقه صغيره. عندي عود قرفه. وهنايا عندي كركيمة. وهنايا عندي التوابل ديال المروزيه اللي عنده يديرها، اللي ما عندوش شاي يستنى يدير في بلاصه، يزيد شويه القرفه وشويه الكوزه باش يعطي واحد البنه غير كيجي زوين. وهنايا عندي واحد معلقه كبيره تاع الكزبره معدنوس. ندير كلشي بدقه واحده. وهنايا شويه ديال الثومه بودره، ما عندكمش ديروا الثومه حكوا واحد رويس الثومه ولا جوج ماشي بزاف صافي. غنخلط هادي كلهم وغنديرهم على العافيه باش تقلاو مزيان مزيان مزيان، ونرجع معكم باذن الله نكملوا تتمه الوصفه. البنات نسيت الملح. اي 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 ديما كننسى الملح. ودابا الحيمات بعد ما تقلاو اللحم خرج داك العصارة تاعتو. دابا فهاد اللحظة هادي غادا نزيد. انا عندي هو درت كاس ديال الزعفران، درتو في الما طايب. الا ما عندوش زعفران هادي يعمل زعفران دويمة. صافي زدت في هاد الكاس هادا. ولا ما درتوش لابد تزيدو ما زول ما طيب. انا هذا راه طيب، راه هذا صافي. وغنغطي عليه ونخليه طيب على خاطرو وندوزو باش نوجدو الصفه. هاي البنات دابا الصفه الشعريه. هادي عندي انا عندي نص كيلو 500 غرام كما العاده كلشي عارف. عندي جهد ديال الجوج معلقات ديال الزيت صافي. وغادا نفتحها مزيان ومن بعد نرجع معكم. هي بعد ما بصتها بدلتها فهاد جاني هذاك جاني صغير. بصتها بالزيت غنديرها الماء يسخن. دابا غنديرها في الكسكاس وغنحطها ان شاء الله طيب. شديت البصله شلتها، بغيت نعسلها اللي غادا نديرها مع الشعريه. قطعتها هكا صغيره ودرت فيها واحد جدي جوج معالق كبار ديال الزيت. وغنزيد فيها واحد شويه ديال الكركم، وغنزيد فيها القرفه واحد معلقه صغيره تاع القرفه، شويه تاع الفلفل الاسود البزاك. ومليحه ونخليها طيب. ومن بعد غادي نعسلها. انا نعسلها بالعسل او بالسكر كل واحد كيفاش بغى يعسلها. دابا غنحطها طيب. هي الحيمه بعد ما طابت شربات مزيان، بقات فيها على القامه على البصيله هي اللي بقات صافي. دابا غنخليها على جنب ونكملوا طيب البصله وطيب لينا ان شاء الله الشعريه، ومن بعد نكملوا الوصفه باذن الله. الشعريه بعد ما فارت الفوره الاولى هاديك سكي ساعات وعندي برمعه صغيره
من السكرو ديال الشعريه يا دوب تهزها بزز. بدا شوية نشرب هاد الكاس كلو، كاس ديال العنبة، صافي نخليها الما مزيان، نخليها واحد دقيقة في هاد الما، من بعد نحطها في الكسكاس وندير حتى المرة الثانية. كما قلت لكم الشعريه ها هي طابت صافي، نزل هادشي اللي بقى هنايا، هذا شويه ولا لا 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 الزبده، معلقه كبيره تاع الزبده، واحد معلقه كبيره تاع السكر، واحد يدير حسب الرغبه. نجيب واحد الفرشيطة، حيت سخونة بزاف، كيما أحسن من اليد. خلطت انا الزيت النص وخليت النص ثاني نسقيها في نفس هاد نفس هاد القصيريه، ومن بعد نجيبو الحيمه كيبان هادشي مزيان ولا منقولش لكم الريحة ديالها، وانا كنسقي فيها وانا صايمة مشهيها دابا. هي بعد ما نزلت اللحم دابا غنزل ديك العصيرة اللي عسلناها، غنزلها هكايا فوق اللحم، جات معسلة غزالة. الباقي تاع الصفة تاع الشعرية، يا بعد ما نزلت المطبقة ديال الشعرية والتزيين كيبقى حسب كل واحد. انا هذا عندي كاوكاو حمرتوه نمشتوه درت فيه واحد شويه ديال السكر شي تاع القرفه باش يكون فيه واحد المذاق، وغادي ناخذ القريفه. كي قلت لكم كيف درت كيف الصفه الاولانيه كيعجبني نديرها هكايا تقليديه باش كنحس براسي بانني كناكل الصفه. ودابا ندير السكر، تزيين عادي وصافي. هذه هي التزيين، اكون باينه مزيان. هذه هي الصفه، مكرهتكمش تفضلوا معايا تاكلوها معايا لانها ريحتها ما نقولش لكم البنات كيفاش جات.
بقى ما كليتش، ولكن الريحه ديالها زوينه، اكيد زوينه. وهذه هي الوصفه تاعت اليوم، اللي هي السفه باللحم. ولو عجبكم الفيديو متنساوش تعملوا جيم للاشتراك. كل جديد، والسلام عليكم، وفطوركم صحه، فطوركم ان شاء الله.